لا لا ما تخافش. احنا في مدينة الرباط في عمل شغب ديال تعرضت لي حافلة ديال الرجاء في مدينة الرباط. ما عرفتش شنو وقع، ما عندناش تفاصيل صحيحة. المهم كما كنشوفوا دابا تعرض لضرب بالصباغة، ما عرفتش شنو هادشي. كنستاسيون حدا اوتيل فين كاين اقامة ديال الرجاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.